الكاميرا هي عيني وعيني متاحة لإلي. آية أحمد المتربيعي، 20 سنة، من غزة، بدرس إدارة أعمال باللغة الإنجليزية وبمارس الفنون السمعية البصرية أو Visual Arts. من سن كثير صغيرة ومن أيام الابتدائية وصولا للإعدادية وأنا بكتب، بعد هيك حكيت إنه لا خلنا نرسم. بعد الرسم كان لابد إنه في جزء بنصوره من خلال الكاميرا، وفعلا هي الكاميرا بالآخر الكتابة بتذوق، فوصلت لمرحلة إنه أنا أصور فوتوغرافيا. وأنا في الثانوية 16 سنة تقريبا، حكيت إنه أنا بدي أعمل أول تجربة فيلمية وأنتج الفيلم يلي بيجمع الصوت الصورة والرسم. كل أول مرة بلاقي إنه هذا هو مكاني. لما أنتجنا فيلمنا دارة تم عرضه في مهرجان أفلام الطلاب من فلسطين في جامعة ديوك في أمريكا. إحنا كشباب وكصناع أفلام من فلسطين ومن غزة تحديداً بنحس إنه من مسؤولياتنا إنه نفرج العالم الوجه الجديد للأشخاص يلي بيعيشوا في غزة، للسيدات يلي عندهم قصص نجاح وقصص إرادة، وإنه هم عندهم فن وعندهم حياة.